غيب الموت الفنانة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 58 عاما، وأجريت مراسم دفنها في مقابر العائلة اليوم. ولدت الفنانة الراحلة في الأردن عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، وتخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، ولها مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها 31 عملا في الدراما والسينما والمسرح، وكان أولها دورها في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ومن أبرز أعمالها فيلم سواق الهانم عام 1994، بينما يعتبر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة على مفارقة في مشوارها الفني، وكان آخر ظهور لها في عام 2007 من خلال مسلسل أصعب قرار لتبتعد بعده عن الأضواء.